السلامة يا جماعة، شني حوالكم؟ إن شاء الله لكلكم بخير وفي صحة جيدة. سامحوني بتيت عليكم شوية، هاني رجعت لكم وجبت معايا وصفة كيك سهلة وبنينة، وصفة عالمية إن شاء الله تجربوها، وبحول الله متأكدة باش نال أعجابكم. أقعدوا معايا باش نشوفوا مع بعضنا المقادير. بالنسبة للمكونات متاع الكيك متاعنا اليوم، باش نستحقوا كاس سكر، وباش نستحقوا زيت 100 ملليلتر، زيت 150 ملليلتر، حليب، ربع كاس ماء، كعبتين عظم، مغرفة عصير ليمون، وكاسين فرينة. وأول حاجة باش نعملوها، باش ناخذو كاس الحليب ونزيدوه مغرفة عصير الليمون، نجمو تعوضوه بالخل الأبيض، ونخلطوهم ونخليوهم يرتاحوا شوية. في الأثناء نكونو نحنا بدينا نحضرو في الكيك متاعنا. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك إذا كان كنتوا جدد، مرحبا بكم الناس الكل، تبارتاجيو الفيديو هذا للماكسيموم بين أحبابكم وصحابكم، وربي يبارك لكم الناس الكل. أول حاجة نعملوها نحطوا كعيبتين العظم ونزيدوهم كيس السكر، كيس السكر أما يعادل 100 جرام سكر، ونركضوهم مليح مليح بالخلاط حتىش نتحصلوا على خليط كريمي. صدقوني البنات، جاي كيك روعة روعة روعة. اقعدوا تتشوفوا الطريقة سهلة على الاخر وبنين مش نورمال. باهي، ونبداو نزيدو في الزيت اللي عنا 100 ملليلتر زيت، نبداو نزيدو فيهم بشوية ونحنا قاعدين نركضوا في الخليط متاعنا. حبيت نوريكم المراحل الكل، وهكاكا تقعدوا معناها تتبعوا المراحل هذوما باش تجيكم الوصفة ان شاء الله ناجحة 100%. الزيت نزيدوه تدريجيا، هذا سر من اسرار الكيك هذي، باش تجينا بنينة وخفيفة. وتوا كيف تشوفوا نزيدو هكا كويس الحليب بعد ما خليناه يرتاح، ونبداو نخلطو نكملو معناها التخليط متاعنا، ومعاهم باش نحطو ربع كاس ماء، كاس ماء عادي. ومن بعد باش نبداو نزيدو الفارينة، نحطو الكاس الاول تقريبا، وباش نحطو هذه خميرة حلويات ما يعادل باكو خميرة حلويات. انا عندي البنات الخميرة بالحكة، ما عنديش بالباكوات، ونستمروا في الركض. نقعدوا هكاك نركضوا بالقدا بالقدا، ونبداو نزيدوا في الفرينة بشوية. هذوكم كاسين وربع فارينة، انا حطيت كاسين اكهو. وهاكم شفتوا تحصلنا على الخليط الكريمي هذا. صدقوني البنات الوصفة روعة، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. باهي، ناخذو قالب، انا خذيت قالب نتاع تشيز كيك، حطيت فيه ورق الزبدة، دهنتو شوية بالزبدة باش نتأكد اللي ما يلصق لي حتى شيء، ونبدأ نفرغ في الخليط متاعي، وباش نحط هالطيب في الفرن على 170 او 180 درجة حتى يشللي تحمار والطيب الكلها. نضربها هكا شوية باش نتأكد من خلوها من فقاعات الهواء. وطوى الكيك بتاعنا حذر كما قلت لكم 170 او 180 درجة. خرجتها من القالب بتاعها كما تشوفوا، كالمنظر مزيان ما شاء الله. باش ناخذ شوية معجون، انا عندي معجون فريز، نجم معجون مشمش، معجون خوخ، اي نوع معجون متوفر عندك، وباش ندهن به الكيك متاعي.
هذي يزيدها بن على بن، صدقوني تجيكم كيك روعة. وخذيت عندي شوية جوزة مرحية، تنجم تعوضها باللوز، تنجم تعوضها بالكاكاوية، تنجم تعمل حتى شيء، تخليها هكاكة ومن بعد قصها وتاكلها بالشفاء. انا عندي شوية جوزة رحيتهم وباش نزين بيهم. حبيت نخليكم معايا تشوفوا المراحل كلها بالتفصيل البنات، باش من بعد تجيكم سهلة ان شاء الله كي باش تجربوا الوصفة. ما تنسونيش في الكومنتارات متاعكم، نفرح برشا معناها كي يجيني كومنتارات باش تعطيوني رايكم، على خاطر اكيد رايكم يهمني برشا. باهي هاكم تشوفوا توا هاني كملت زينتها، وكل منظر متاعها يشهي ما نحكي لكمش ما شاء الله. حويجة سهلة خفيفة وبنينة واقتصادية في نفس الوقت، لا تتكون من حار عظم، لا 6 كعبات عظم، لا كعيبتين عظم. عندك كعيبتين عظم تعمل لهم كيك بنينة وخفيفة ومتأكدة 100% اللي هي حاجة نظيفة باش نتجنبوا حاجة الشارع ونحافظوا على صغيراتنا وعائلاتنا. وطوا هاكم تشوفوا قاعدة نقص فيها ما شاء الله. وصدقوني بعد ما ذقتها بنينة، حبيت نوريكم كل شيء بالتفصيل. وهني باش نجيب صحن، شوفوا كزين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله روعة. هني باش نقص لكم، قصيت لكم سامحوني. وهني باش نجبد لكم مورسو، وانتوما وحدكم احكموا على الشكل. شوفوا مازالت سخونة ما شاء الله، ما نحكي لكمش ما نحكي لكمش على البنة. والعلو متاعها ما شاء الله بالرغم كعبتين عظم اكهو. شوف سهلة وخفيفة وبنينة وتعمل الكيف الحق. واي حاجة زدناها زدتها بنة على بنة. وكل مغير فمتع عصير الليمون في كاس الحليب، هذه كسر من أسرار الخفة متع الكيك. هذه هاكم تشوفوا البنات، شوفوا ما شاء الله قديش عالية ومنظرها يشهي ومزيان، صدقوني أحسن 100 مرة من اللي بيعوا فيها البرة. نعملوا حويجة خفيفة اقتصادية وبنينة ونضيفة في ديارنا ونودوا بها أحبابنا. مازلت نوري فيكم تلمون الحق عجبتني خفيفة وبنينة وتعمل 66 كيف. وإن شاء الله يا البنات عجبتكم وصفتنا اليوم، وإن شاء الله تجربوها وتنال رضاكم. واستنوني إن شاء الله في فيديو آخر. في أمان الله.